المأساة لا تنتهي بالوصول إلى القاهرة، من هناك مأساة أخرى تبدأ في الحصول على وضعية لاجئ. هذا الأمر يتطلب العديد من الخطوات، العديد من العمل الكبير الذي يقوم به الشخص الواصل. عصابات تهريب البشر، كيف تفاقم من معاناة السودانيين الفارين من الحرب؟ منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، اضطر حوالي 10 ملايين شخص إلى النزوح عن مناطقهم، سواء إلى أماكن أخرى داخل البلاد أو إلى الخارج. من بين هؤلاء وصل نحو 500,000 شخص إلى داخل الأراضي المصرية، منهم من وصل بطريقة غير نظامية، لا سيما بعد تشديد السلطات المصرية من إجراءات الدخول إليها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب. وقد كشف تحقيق لبي بي سي نيوز عربي عن تعرض الآلاف من السودانيين الفارين من الحرب إلى أصناف مختلفة من الانتهاكات من قبل عصابات تهريب البشر التي بدأت تنشط في الآونة الأخيرة على الحدود المشتركة بين البلدين. فكيف بدت رحلة هؤلاء الفارين من السودان إلى مصر عبر الصحراء؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه، وأنا إيناس عبد الوهاب. زميلي محمد عثمان مراسل بي بي سي للشؤون السودانية أعد هذا التحقيق لبي بي سي، ويحدثنا أكثر عما كشفه بشأن أوضاع الفارين من السودان إلى مصر عبر الصحراء. مرحبا محمد. مرحبا إيناس، سعيد أن ألتقي بك للمرة الثانية للتحدث عن الأوضاع في السودان وتأثيرات على المواطنين في السودان. طيب محمد، هذه المرة نتحدث عن حدود بطول 1200 كيلومتر، يعني هذه المساحة الشاسعة. من خلال معرفته من شهادات من مما تحدثت إليهم، ما الذي عرفته عن عصابات تهريب البشر في هذه المنطقة؟ نعم، يعني في الآونة الأخيرة يعني الكثير من السودانيين اضطروا للوصول إلى مصر عن طريق التهريب أو الوصول بطريقة غير قانونية، وسلكوا طرق صعبة ووعرة عن طريق الصحارى والجبال. المواطنين اضطروا للتعامل مع مهربي البشر الذين ينتشرون بكثافة في تلك المناطق، خاصة مناطق تعدين الذهب. ينتشر الذين يعملون في نقل المواطنين بطريقة غير رسمية في تلك المناطق. بالتالي يعني بحسب الشهادات التي استمعنا إليها، فإن معظم من يمارسون هذا العمل غير شرعي هم من الذين كانوا يعملون في الذهب، في الذهب وتلك المناطق الجغرافية. يعني أيضا من الأسباب التي جعلت هؤلاء ينخرطون في هذه المين هو معرفتهم الدقيقة بتفاصيل التضاريس الجغرافية الموجودة في المنطقة. تعلمين المنطقة منطقة صحراء شاسعة وطويلة ومعقدة، فهم يدركون جيدا الطرقات الداخلية، ولكي يتفادوا الاصطدام مع السلطات الحكومية سواء كانت في داخل السودان أو داخل الحدود المصرية. تحدثت أيضا في التحقيق عن تفاصيل الطريقة التي يعمل بها هؤلاء المهربون، يعني أين يعملون، كيف يتحركون، بأي كيفية، التكلفة حتى الرحلة، كيف يقومون بتوثيق الركاب. نعم، يعني هم كما ذكرت يتحركون من مناطق تعدين الذهب، تحديدا في منطقة تسمى قبقبة، وهذه المنطقة انتشرت واشتهرت في الآونة الأخيرة لدرجة أنها البعض السكان يطلقون عليها اسم مطار قبقبة كنوع من السخرية، في ظل أن العدد الكبير من الرحلات يتحرك من هذه المنطقة التي تقع بولاية الشمالية وتبعد نحو 3 ساعات من منطقة أبو حمد، أكثر المناطق الشهيرة. هنالك يجتمع الناس ويبدأ في يبدأون في التفاوض مفاوضات مع الذين يشتغلون فيها في عملية التهريب. المفاوضات يقول الذين تحدثنا إليه مفاوضات شاقة، كلما كان عدد الطالبين للخدمة كثيرا كلما ارتفع السعر، والسعر يعني وصل لدرجة $300 للشخص الواحد خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن
دخلت قوات الدعم السريع إلى مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بالتالي اضطر عدد كبير من المواطنين للفرار من تلك المناطق والذهاب إلى محاولة الوصول إلى القاهرة عن طريق المهربين. المهربين يعمدون بشكل يعني مستمر ومعهود على توثيق الركاب في السيارات، سيارات نصف النقل بالحبال حتى لا يسقطوا أثناء مرورهم بالجبال والصحارى. طبعا يسيرون بسرعات جنونية كبيرة، هذا الأمر أدى إلى حدوث الكثير من حوادث السير، والتي بالمناسبة هي السبب الرئيسي في عدد الوفيات التي ارتفع خلال الفترة الأخيرة، وآخرها قبل الأسبوع الماضي عندما انقلبت إحدى السيارات واحترقت تماما، ما أدى إلى وفاة أكثر من 11 شخصا من الركاب معظمهم من السودانيين. طيب، ما هي أكثر الشهادات التي لفتت انتباهك من تلك التي استمعت إليها؟ يعني أنت وصفت رحلات هذه بأنها يهربون من جحيم الحرب إلى جحيم الصحراء، لكن ما هي الشهادات التي كانت أكثر يعني لفتا للانتباه بالنسبة لك؟ يعني بطبيعة الحال إيناس، استمعنا لعدد كبير من الشهادات الصادمة والمروعة من قبل الذين سلكوا هذا الطريق. شهادات البعض تحدث عن اضطراره ليعني دفن أحد الذين كان معهم في الصحراء، تماما كما بعدما رفض السائق العرب المهرب أن يتم نقله أو حتى يعني وضعه في السيارة، رفض هذه الفكرة تماما وطلب منهم أن يقوم بدفن هذا الشخص، بالتالي قام دفنوه في الصحراء. قصص كثيرة، ولكن الأكثر الشهادات التي ربما شعرت فيها بنوع من الصدمة الشديدة شهادة حليمة التي تحدثنا إليها، وصلت إلى القاهرة لديها قصة مروعة للقائه. هي فقدت ابنتها في نهاية المطاف بعد أن تم يعني الهجوم عليهم من قبل عصابات مسلحة في المنطقة الحدودية القريبة من الحدود المصرية. تحدثت عن هؤلاء، أطلقوا عليهم النار وقاموا بسلب يعني كل ما موجود لديهم، هي وبنتها والذين كانوا معهم في السيارة. طيب محمد، خلينا نستمع لصوت من شهادة حليمة حين تحدثت لك، وهو اسم مستعار كما ذكرت، ثم نكمل الحديث عنها. حسد بيضيق في النفس كده، انت عاملها الاكسجين وقدرها هنا وبس، الله يرحمه. يعني قبالة حادثة دي كانت طبيعية وتتبنى سعادة؟ كانت طبيعية كويسية. قلت لك والله حسد، لما قلت للناس المعانة توفت زادوا نتخلعوا، ما لقى اللي حصل له شنو، بس الخوف اللي خشد على دي ما في شي تاني. الواحد ما عارف نفسه في السماء ولا في الأرض. اتلفت يمين يسار، ما في زول معي ولا عندي اتصال ليزول، الحمد لله. كان هذا صوت حليمة، وهو اسم مستعار لسيدة سودانية كانت من بين الفارين من مصر، من السودان إلى مصر عبر الصحراء، وتحدثت لمحمد عثمان. يبدو أنك تأثرت أيضا خلال الحديث مع حليمة. هذا صحيح ناس، يعني تأثرنا للغاية، حتى الطاغم الذي كان معنا يعني تأثر للغاية، ربما انقطع العمل لمدة نصف ساعة حتى تمكننا من استئناف التصوير مرة أخرى. كما ذكرت حليمة، هو اسم المستعار، بأن ابنتها قد لقت حتفها بسبب إصابتها بالصدمة بعد الحادثة التي وقعت لهم في المنطقة الحدودية. تم إطلاق النار بالقرب من يعني عندما كانت تجلس في السيارة، الرصاصة جاءت القرب منها فلم تتحدث حتى بعد وصولها من القاهرة، وذهبت بها للمستشفى وتوفيت بعد 24 ساعة. وتقول أنها كانت وحيدة تماما، لا يوجد معها أحد، لا يوجد معها أموال حتى ولا يوجد مع أي شيء. في النهاية قالت أنها رفعت يديها إلى السماء يعني تبحث عن العون. هي قصة مأساة تضاف لكثير من المآسي التي استمعنا إليها، وكثير ممن فقد أرواحهم، وهو نوع من التراجيديا ونوع من مفارقة. هم يعني هربوا من أصوات المدافع ورصاص من مناطق القتال، سواء كانت في دارفور أو حتى في مدينة ومدرمان، ولكنهم واجهوا يعني نوع آخر من الجحيم، إذا جاز هذا التعبير، حتى كثيرين فقدوا حياتهم أثناء هروبهم من القتال.
طيب يعني محمد، في ضوء هذه التراجيديا التي تتحدث عنها، ما زال كثيرون يصرون على هذه المخاطرة، يعني هم مفهوم أنهم يحاولون النجاة بحياتهم من حرب دائرة، لكن ما زالوا يصرون على هذه المخاطرة. هل لا يوجد أماكن أخرى أكثر أمنا يمكن اللجوء إليها داخل السودان مثلا؟ يعني هذا سؤال مهم إيناس، وسؤال سألته لكل من التقيت بهم، لماذا يعني أنتم تخاطرون بأنفسكم بأبنائكم؟ بالمناسبة هناك عدد كبير من الأطفال جاءوا عن طريق بمثل هذه، حتى بعضهم أطفال رضع جاءوا بمثل بهذه الطريقة غير الشرعية والطريقة الخطرة. ولكن بكل بساطة كما قالت لي أحد السيدات، هم يقولون بالدارجية أنه هو الذي أجبرهم على المر والأمر منه، يقصدون أنهم لا حياة لهم في المناطق التي كانوا يعيشون فيها، أصوات القتال، أصوات القنابل، أصوات الرصاص، الطائرات، القصف، حياتهم يعني مهددة بالكامل. بالتالي هم يعني يبحثون عن ملاذ آخر. الحياة في السودان أصبحت قاسية كما تعلمين، لا توجد خدمات، لا توجد مستشفيات للعلاج، حتى الوضع الاقتصادي قاسي للغاية. بالتالي فإنهم يضطرون للقدوم إلى مصر، يعتقدون أن الحياة أفضل هنا بطبيعة الحال. هنالك مستشفى موجود لشخص يحتاج للعلاج، هنالك سكن جيد، هنالك والأهم من ذلك هناك الحياة التي ليست فيها مخاطر، ليس هناك حروب في القاهرة، الحياة تبدو ربما طبيعية بالنسبة لهم. هناك أيضا أمر آخر، الثقافة واللغة، الشعب المصري الذي استضافهم بشكل جيد، يعني كل هذه الأشياء جعلت الطريق المخاطرة أقل. أو كل ما شخص يأتي يتصل حتى الذين وصلوا بطريقة جيدة يقولون لأقربائهم نحن وصلنا، بالتالي إذا رغبتم فتعالوا. بالتالي نتوقع طيب ماذا عن المسار كثير. النظامي، يعني المسار النظامي، أنت تحدثت لأشخاص يحاولون الوصول لمصر بطريقة نظامية، ولكن نتحدث عن فترات انتظار طويلة، كيف هي أحوال هؤلاء ممن تحدثت إليه؟ نعم يعني هذا صحيح، معظم المنتظرين في منطقة وادي حلفة، وهي منطقة حدودية بين السودان ومصر، هي معبر أساسي. معظم الناس يمكثون لفترات طويلة تمتد لشهور أحيانا في انتظار تأشيرة الدخول، يعيشون أوضاع قاسية للغاية في المدارس وفي الساحات العامة. بعضهم يعني نفذت مؤونته، وبعضهم لم يتمكن الحصول على تأشيرة في ظل وجود عدد كبير من الطالبين للخدمة. بالتالي يقولون أنهم ليس لديهم أي طريقة سوى الهروب أو محاولة الوصول للقاهرة بطريقة غير شرعية. بعضهم اضطر يعني اضطرارا إلى خوض هذه المغامرة بعد أن فقد كل شيء تقريبا، حتى مدخراتهم فقدوها، فقدوا الأمل في الحصول على تأشيرة. يعني يبدو مقنعا إلى أي شخص يستمع إليهم أنهم قاموا بهذه المغامرة. طيب أنت تحدثت عن أنه معاناة الفارين من الحرب لا تنتهي بالوصول لمصر، وتحدثت لأشخاص هناك أثناء وجودك في القاهرة، كيف هي أحوالهم؟ يعني هم يحتاجون لمزيد من الوقت أيضا لتسوية أوضاعهم. نعم يعني المأساة لا تنتهي بالوصول للقاهرة، من هناك مأساة أخرى تبدأ في الحصول على وضعية لاجئ. هذا الأمر يتطلب العديد من الخطوات، العديد من العمل الكبير الذي يقوم به الشخص الواصل. أولا هو محاولة تسجيل يعني اسمه والحصول على ما يسمى بالبطاقة الصفراء، الكرت الأصفر، الذي يعطيك الحماية من قبل السلطات المصرية، والتي بطبيعة الحال تقوم بترحيل كل من ليس لديه وضعية قانونية، تحديدا الذين دخلوا بدون تأشيرة والذين ليست لديهم وضعية قانونية. بالتالي عدد كبير من الواصلين يذهبون إلى مفوضية اللاجئين، والتي لديها مكتبين في القاهرة، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية. يعني تمكننا من الوصول إلى مقر المفوضية. البعض اضطر قضاء ليلته كاملا في أجواء باردة للغاية في انتظار الحصول على التسجيل، أو حتى بداية يعني عملية التسجيل عندما يطلب منك، تأتي بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أحيانا بعد
مدة أطول من ذلك، بسبب أن العدد كبير من الطالبين للخدمة يتواصلون بشكل يومي ومكثف للحصول على يعني هذه الوضعية، وضعية اللاجئ. طيب، وبالنسبة لاحتياجاتهم اليومية، كيف يوفرون احتياجاتهم اليومية هؤلاء الذين تحدثت إليهم يعني؟ نعم، يعني كما تعلمين في القاهرة لا توجد معسكرات للجوء، بالتالي كل شخص وصل يعني يقوم بنفسه بالبحث عن خدمات الأساسية مثل السكن والطعام وحتى العلاج. هناك صعوبات كبيرة، يعني بعضهم وصل إلى القاهرة كما علمت واضطر إلى العودة مرة أخرى لعدم تمكنه من الحصول على السكن. هو ربما أكبر التحديات التي تواجه الناس الذين يصلون هو الحصول على سكن. أيضا كما تعلمين فإن الحياة في القاهرة أصبحت يعني أكثر قسوة مما كان عليه خلال السنوات الماضية. هنالك انخفاض في قيمة الجنيه، تقصد مكلفة اقتصاديا، مكلفة خال للغاية، وهناك ارتفاع كبير للأسعار، بالذات الأسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة. طيب محمد، مشكلة التهريب هذه التي تحدثت عنها، هل هي فقط على الحدود مع مصر؟ هل لها وجود على حدود الأخرى للسودان؟ نعم ايناس، قبل الحرب كان الطريق الصحراوي الذي يربط السودان بليبيا يعني معبر شهير للتهريب، وهو معروف عالميا خاصة الذين يسلكونه من قبل الجنسيات من اريتريا واثيوبيا، يعبرون هذا الطريق الى ليبيا ومنها الى اوروبا، هو طريق مشهور ومعروف. ولكن بعد الحرب يعني ظاهرة التهريب بدأت تنتشر على الحدود السودانية المصرية المشتركة، وكما علمت من بعض الذين تحدثنا إليهم بعض المهربين الذين كانوا ينشطون على الحدود مع ليبيا مع السودان جاءوا للعمل في الحدود السودانية المصرية، خاصة مع يعني طلب الازدياد المستمر من قبل الناس لهذه الخدمة، والتي يعتبرونها الوسيلة الوحيدة الفعالة للدخول إلى مصر. هل تحدثت مع مهربين بالفعل؟ نعم، بعض المهربين تحدثنا إليهم عن لماذا يعني يقومون بمثل هذه الأفعال، لماذا يعني يسلكون هذا الأمر، يقولون أنهم يعني عطالة، ليس هنالك عمل، بالتالي هم عمل وجدوه، والناس يأتون إليهم ويقومون بأعمالهم يعني. طيب محمد، كنت أشرت لتعليق السلطات السودانية، السلطات المصرية لم تعلق، لكن السلطات، ما هو تعليق السلطات السودانية؟ لأني قرأت في التحقيق أنه بعض الشهادات تتحدث عن أنه المهربين يعملون تحت مرأى ومسمع من عناصر من الجيش والشرطة. نعم، يعني تحدثت إلى القنصل السوداني في أسوان عن يعني الإجراءات التي اتخذوها لمنع هذا التهريب، يقول بأن هنالك نوع من الحملات التي بدأوا فيها من أجل يعني إقناع الناس بعدم الوصول بطريقة غير قانونية، لأن هذا أمر خطر عليهم. ويقول أيضا أنهم يعني يحاولون مع السلطات المصرية من أجل تخفيف قيود الدخول والسماح لدخول عدد أكبر من الناس حتى لا يضطروا إلى الدخول بطريقة غير شرعية. طيب أخيرا محمد، يعني هذا التقرير، كم استغرق منك إعداد هذا التقرير؟ ما هي الصعوبات التي واجهتها في الوصول لهؤلاء الأشخاص والحديث معهم؟ هل كان من السهل إقناع هؤلاء الأشخاص بأن يتحدثوا إليك؟ نعم، يعني أنا عملت على العديد من التحقيقات الاستقصائية، ولكن يعني هذا التحقيق يعني تحديدا أخذ مني وقتا طويلا في ظل يعني مسعايا أو رفض الكثير من المواطنين الذين يعني عبروا إلى مصر بطريقة غير شرعية، رفضهم للحديث إلينا يعني بعد محاولات حثيثة وطويلة مع عدد من الناس، تمكنت أخيرا من الحصول على بعض الوصول إلى بعض الشخصيات التي وافقت في النهاية بالظهور. بعضهم لم يسمح لنا حتى بالظهور وإنما اكتفى بسرد قصته، آخرون أقنعناهم بالظهور أمام الكاميرا، وبعدا وعدناهم بتغيير أسمائهم وعدم إظهار هوياتهم أمام الكاميرا. أيضا حتى الوصول للمفوضية كان أمرا صعبا للغاية، هناك كثير من الصعوبات. أيضا المعلومات المتعلقة بأماكن الهجرة
إلى أماكن التحرك، التحدث مع الذين يقومون بعملية التهريب، التحدث مع السلطات السودانية، التحدث مع السلطات المصرية، لإيجاد نوع من التوازن في هذا العمل. يعني أخذ مننا وقتا طويلا، ربما أكثر من شهر، ولكنه بحمد الله يعني أعتقد أنه وجد نوع من الترحيب والإنصاف أو حتى القبول من السودانيين الذين يعني تحدثت إليهم يوم أمس بعدما تم نشر هذا التقرير على معظم منصات بي بي سي. كل الشكر محمد عثمان، مراسل بي بي سي للشؤون السودانية، على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. شكرا محمد على كل هذه التفاصيل. محمد عثمان، مراسل بي بي سي للشؤون السودانية. وهذا التحقيق عن رحلة الفرار إلى مصر متاح على موقعنا bbcarabic.com. هذا كل ما لدينا اليوم في يستحق الانتباه. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم الاستماع إلى كل الحلقات على منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا bbcarabic.com. هذه الحلقة من إعداد ميس باقي ومحمود الشيخ، وفي الإخراج الفني أبي موراتشينسكا، وفي إدارة التحرير كريمة كواح، وكنت معكم إيناس عبد الوهاب.